حبيتك، حبيتك يا نونو من اول طبخه. يا نهارك اخبر، ايه اللي بتحرق ده؟ قلبي اللي على النار. محسوبك خيبتك التقيله، والله ما انت ناوي تجيبها البر. محدش هيرسيني غيرك انت يا نونو. يا راجل يا راجل يا ابو عين زايغه، ادوب انا في نبويه ذات العيون العسليه. تعرف لو ما خرستش وسكت هحلف ما انا داخله المطبخ تاني. ما هو اذا البق خرس القلب بيتكلم. بيقول ايه يا سي بعجر؟ بعجر ايه؟ بعجر دي في حاجه يا بسيوني يا فندم؟ الساعة 7 يا فندم. الساعة 6؟ 7:10 يا فندم. أنا معايا 6. بقول لسيادتك ساعتي 7:10 يا فندم، وساعة البيت دقت 7 من 10 دقايق يا فندم. يبقى أنا ساعتي وقفت. طيب 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 طيب. لسه ربع حسب اوامر بابا. فين الكبريت؟ كويس، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو عزة، هابي بيرثدي تو يو. برافو. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. ميرسي يا ماما. يلا يا منى قطعي التورتة ووزعي على اخواتك. حاضر. انا اللي هقطع التورتة، بابا قال انا اللي اقطع التورتة، يعني منى هي اللي هتوزع علينا. انا المسؤوله هنا. حاجه بايخه قوي، انت اسمك منى؟ كهله مسقفه. معلش يا اخ. اول حاجه تعملها بكره الصبح انك تنزل على الشهر العقاري. طب مش مستحسن يا فندم اوصل سيادتك الاول المحكمه وبعدين ابقى اروح للشهر العقاري؟ لا بكره انا ما عنديش محكمه. رايحين فين؟ ممنوع. اوامر بابا. هيزعل بابا. زبكوا على جنبكم. يا اما خش. عاوزين نقعد معاك شويه يا بابا. انا عندي قضيه مهمه وعايز ادرسها. هنقعد معاك ساكتين، مش هنعطلك يا بابا. مش هنتكلم، مش هنفتح بقنا، هناكل واحنا قافلين بقنا. هم هم. تفضلوا كلهم. الساعة 8 ميعاد النوم. احنا هنسهر مع بابا. ممنوع. ليه يا بابا؟ اولا السهر مضر بالصحة، ثانيا هيأخركم على المدرسة، ثالثا ما اكلتش من التورتة بتاعتي. بعدين يا حبيبتي بعدين. اتفضلوا اتفضلوا على اوضكم.
يلا يا حبايبي اتفضلوا على اوضكم. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا طارق. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير. فتحت الجلسة. من حيث أن الدادة الزفت دي بتعتنن علينا، ومن حيث أن بابا بيرتاح لها وبيسمع كلامها، ومن حيث أننا بنكرهها كل العالم، حكمت المحكمة بمضايقتها ومعاكستها وتهزئها باستعمال طريقة طح طح طح. طردي طردي طرد. الساعة 11 ما تبقى. يلا جري. ولا انا ديلو انا ديلو ياما ام. الكلام ده ما يتقالش في البيوت الكويسه. ليه بقى خاف الله الشر؟ هنا في بنات في سن المراهقه آه. ومن الجايز انهم يتاثروا بالتفاهات دي. يا مؤاخذه حبيبتي حقك عليا، المره الجايه هغني لك كيلوباترا. كيلوباترا جهله مسقفه. وبعدين بقى في الوليه المخبر دي كده. طيب انا هعرف ازاي اربيه. انتي لسه هنا مقصوفة الرقبة وكمان مش جاهزة؟ حتى شرابك مش عارفة تعدليه. كل يوم تطلعيني السلالم، طالعة نازلة كل ده عشان اشيلك السلالم. متهيألي مش هي دي الطريقة السليمة لدخول أي مكان فيه ناس. متأسفة يا بابا. مش كفاية.
مين فيكم اللي ضرب الدادة بالنبلة؟ انت يا بابا. النهاردة الصبح والضربة جات لها على ال مش عايزين تعترفوا. طب مين اللي حط لها الصابونة على الأرض وهي ماشية؟ انت يا بابا. برضو النهاردة الصبح وبرضو وقعت على ال هو كله على العلن. بس بت... متكهربة كده ليه؟ التعبان ده التعبان الأرناؤوطي. الأرناؤوطي؟ ايه المنفلوطي؟ ساكن هنا بقاله شهرين. فين؟ تحت سرير. يا مصيبتي. احمد ربنا اللي ملبات في حضنك خد أجلك. أنا في عرضك. مدد يا رفاعي مدد. غمضي عينك خلي المدد ينفع. حاضر. غمضي قوي. مدد مدد مدد. انصراف انصراف. خلاص فتحي يا حبيبتي فتحي. الحمد لله. راح فين؟ اقول لك وما تزعليش؟ لا تحت سرير. يا مصيبتي. يا اختي شاطر يا عمنا وانت شاطر. شاطر يا عمنا وانت شاطر. يا عبدو يا نبويا يا قسط عبدو. نعم يا باشمهندس يا فندم. شيل. بقول لك ايه؟ قول. ما هو حاجه من اتنين، يا اما اجيب انا الخضار واللحمه زي الاول، يا تقول للبي زود المهيه اقل خمسة جنيه. يا نبويا ما هو انا لازم اجيب الخضار واللحمه يا سيب الشغل. سيبه يا سابه يا نبوية. شبيك لبيك نبويتك بين ايديك. شيلي. يا صباح الفل. يا صباح الجرجير. حلو ماله الجرجير؟ يفتح النفس ويحرك الشهية. بتتعيش يا بنت. هو انا معروجة يا بسبس؟ بسبس قلنا مفيش بسبس في الشغل. شيلي. بقولك ايه؟ شيلي وبعدين قولي. اشيل وبعدين اقول. حاسبي حاسبي. مش هنحلم والنبي. طب ولا مالي؟ احنا كنا مع بعض. قال ايه؟ انا وانت راكبين مركب. وغير ايه؟ يا هوي ايش عرفك؟ مركب فيها حضرتك لازم تغرق. والنبي انت بتموت فيا بس انت اللي تقيل. قال لك طبعا بأمرة ما نجتني وانا بغرق. انا ورحت رامي نفسك ورايا وشايلني بين ايديك وطلعتني على البر زي السجيع بتاع السيمة. انا اخص على مين؟ على سجيع السيمة. وقعدتني قدامك وسبلتلي عينيك ورحت فارد دي. الو في ايه؟ بس بتعيطوا ليه؟ صباح الخير يا فندم. صباحك زفت. ليه يا فندم؟ حصل ايه؟ قضية ابراهيم عشماوي خسرناها؟ طفشت. القضية طفشت يا فندم؟
سابت البيت. هي مين؟ عاشر دادة في خلال 3 أشهر. آه الدادة. ما هو الأولاد معذورين يا فندم. هي دي دادة دي. دي عاملة زي شيخ الغفر. الأولاد عايزين مربية سمحة تناديهم مش بابا يخوفهم. طب ومنين أجيب أنا؟ موجود يا فندم موجود. حضرتك تذكر المستشار إبراهيم عزمي؟ الله يرحمه كان صديقي. الست حرمه عاملة جمعية لتربية الأيتام اسمها جمعية رعاية الأسرة. وجايبة مربيات بنات مدارس فاضلات متعلمات وكأنهن مدرسات. سيادتك تروح تزورهم وتطلب مربية. كويس. وفين الجمعية دي؟ هي في ال وانت في دليل التليفون يا فندم. طب امشي غرم قدامي امشي. حاضر يا فندم. حاجة تفلق. سامي هانم يا ألف مرحب. الأستاذ موجود؟ الأستاذ ومساعد الأستاذ تحت أمرك. اتفضلي. وانت كمان اتفضل. يا سلام على الكرم. يا سلام على الإنسانية. يا سلام على يا سلام على عنطزة الكتابة. أهلا أهلا سامية هاني. أرجوك ما تحاولش تخدر أعصابي. أنا زعلانة منك وجالك في مهمة رسمية. خير يا ستي؟ عايزاك ترفع لي قضية على واحد فضل يشجعني لحد ما حبيته وبعد كده ما بيسألش عني. في شهود؟ قلبي وعناي كفاية ولا أجيب لك شهود كمان؟ طب إيه وقائع الدعوة؟ امبارح ما جاش البارتي اللي كنت عاملاه له. أنا مش قلتلك إن أنا ما بحبش أندمج مع الناس دول؟ ليه يا رفعت؟ هو على أي حال كان في سبب تاني. إيه هو؟ كان عيد ميلاد بنتي عزة. دي نمرة 4؟ لا نمرة 5. بقى حد يسيب بارتي يجنن زي دي ويقعد مع أولاد صغيرين؟ معليش في فرص جاية كتير. وعلى فكرة بمناسبة الكلام عن الأولاد لازم تدخلهم مدرسة داخلية قبل جوازنا. أكيد أنت هتعمل كده مش كده يا حبيبي؟ ربنا يسهل. أشوفك إمتى؟ هديك تليفون. روفار يا حبيبي. مع السلامة. جمعية. 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 ومع تقديري وإعجابي بالجمعية اسمحي لي أقدم المبلغ المتواضع ده إسهاما مني لهذا المشروع العظيم. 200 جنيه؟ أشكرك باسم الأيتام. ده واجب يا فندم. أنا ليا رجاء لو سمحتي. تحت أمرك. أنا زوجتي توفت من سنتين وتركت لي 3 بنات وولدين أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 5 سنين. لسه صغيرين ومحتاجين لرعاية. عشان كده أنا قصدتك. لو سمحتي تختاري لي بمعرفتك مربية تكون على مستوى وأقدر أطمن لها. بكل سرور. أنا أهم شيء عندي الهدوء والنظام. طبعا سيادتك عارفة إن النظام هو أساس كل شيء في الحياة. اطمن. أنا هختار لك مربية ممتازة وعلى ضمانتي. بس بسرعة أرجوكي. إن ما كانش النهاردة بعد الظهر يبقى بكرة على الأكثر. العنوان من فضلك. بكل سرور. متشكر. عن إذنك. مع السلامة. عشان تاني مرة اتحرم بعكس البنات. متأسف. طب معلش يلا خد الشنطة على مهلك. يا
احب اعرفكم ان في مربية جديدة هتوصل النهاردة. المربية دي انسانة وقورة ومحترمة وتتصف بالنظام والهدوء اللي هم اساس النجاح في الحياة. احنا يا بابا كده كويسين ومش محتاجين لمربيات. انا اعرف مصلحتكم اكتر. غير كده سنة الحياة تحتم ان كل جماعة لازم يكون لها قائد. ماله يا بابا؟ انت بالذات اتلهي. حاضر يا بابا. مش عايز اسمع ان في حركة واحدة من حركاتكم اتعملت معاها. لا محكمة تعملوها ولا احكام تصدروها. وحكاية طا 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 دي لازم تبطلوها. مفهوم؟ مفهوم. وانت لازم تساعدها في مهمتها، لاني ما عنديش استعداد ادور على مربيات جديدة. ان كان عليا سعادة البيه انا اعتبرها زي والدتي واكتر، ده حتى احترام الكبار واجب يا سعادة البيه. هات لي طارق وحصلوني على المكتب. حاضر يا فندم. وانتوا اتفضلوا. يلا طارق. نعم يا بابا. ايه اللي عورك يا طارق؟ اصل يا بابا وانا راكب البسكليتة وقعت فتعورت. بس هنا يا فندم. يا فندم بس عايدك. انت ليه هنا؟ يلا يلا روح انت. حاضر هروح اساعدك. ضلعتني انت من روح يا بسوني. حاضر. تعال يا بسوني. حاضر. سوق يا بسوني. حاضر. افتح يا بسوني. حاضر. ها؟ حاضر. صباح الخير. يا صباح النور. الاستاذ رفعت موجود؟ سعاده البيه موجود يا فندم. اتفضلي. 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 نقول له مين يا فندم؟ المربية الجديدة. المربية الجديدة. نعم. المربية الجديدة. سيادتك متأكدة إنك المربية؟ مربية. وأنا بقى بسيوني بتاع كله، محكمة، مكتب، بيت، خضار ولحمة أشتري، عربية أسوق. وقت ما تحبي تستريحي انا المربية مش انتي. احنا مش عايزين مربيات. لكن بابا عاوز نطفشها. ايوه. تا تا تا. يا نهار اسود. اتفضلي. معلش متشكرة. دي هي لازم جاي تشتكيني لبابا. دي المربية الجديدة. وايه رأيك؟ تا تا تا. لكن دي حلوة. وين عليه طيب؟ كلهم أسفت من بعض. تا تا تا. مقفلين؟ احنا مقفلين؟ حاجة غريبة، مقفلين البيت قوي كده ليه؟ اوامر سعادة البيه. وبتوطي صوتك ليه؟ تعليمات البيه الكبير. طب اتفضل روح قول للبيه الكبير ان انا هنا. طول ما اللمبة الحمراء دي بقى منورة ممنوع الدخول قطعيا. على اذنك اعمل لك كوباية ليمون. طيب. شكرا. مع السلامة. ترللي. انت المربية الجديدة؟ ايوه. انا منى. وانا الهام. اهلا. وانا طارق. وانا بقى هشام. خدي بالك انا بقى عبد. يا روحي عليكي. ياه ده انت انستينا. متشكره. احنا مبسوطين قوي لتشريفك هنا. متشكره قوي. ممكن ناخد صوره سوا؟
دلوقتي؟ يعني إذا سمحتي. طيب زي ما انتوا عايزين. طب اتفضلي اقعدي هنا. اتفضل. انتي اللي هتصورينا؟ واحد ما شاء الله. اتنين ثلاثة. ايه ده؟ متشكرة، أنا آسفة. انت مين؟ ليلى مربية جديدة. ده ايه ده اللي انت شايله في ايدك ده؟ ده 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 عشان ده 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 مش طبعا انت الاولاد. انتوا بتبصوا على ايه؟ يلا يا حبايبي بسرعة على المكتب، بابا عاوزكم بسرعة بسرعة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ محدش مسكني، محدش سوالي. ايه اللي بتعمليه ده يا عزة؟ اصلي يا بابا كنت نازلة على السلالم، رحت متزحلقة على الترابيزين. مين فيكم اللي زق الكرسي؟ مين؟ انا هقول لحضرتك، اصلي ما كنتش اعرف ان الكرسي بعجل، فقعدت كده مرة واحدة فجري بيا كده مرة واحدة، فأنا آسفة. مرة واحدة. أقدم لك أولادي، منى ثانوية عامة، إلهام ساقطة وبعيد السنة، طارق ننجح السنة دي في الإعدادية بإذن الله، هشام هنجح في الإبتدائية إن شاء الله، عزة لسانس حقوق. الآنسة ليلى المربية الجديدة. أهلا وسهلا. طيب يلا اتفضل. بس هنا أفندي. أفندي بس عادت البيت. وريها البيت عشان تعرفه كويس وفاهمها كل واجباتها. حاضر يا فندم. اتفضلي. انا عرضه بالتأجيل. ليه؟ مش يمكن تطلع كويسة؟ مفيش يمكن. مش هي دي اللي وقعتك وعورتك؟ انا السبب، ولما شافتني اتعورت صعبت عليها فطبطبت عليا بحب وحنية. احم احم. حنية الام وحب الاخت، وعشان كده انا بطلب التأجيل. مش يمكن نرتاح لها كلنا؟ ها ايه رأيكم نجربها ثلاث ايام؟ النشيت معنا بحب وحنية. اتفرعلت. تا تا تا. الساعة 7 صباحا فطار، الساعة 2:25 غدا. وش معنى يعني 25؟ مرة في ساعة تجلي سألت رفعت بيه في الموضوع ده، قال لي يا بسونة افندي ده اللي هو انا. ايوة ما تبقاش جاهل. ده اللي هو انت. ايوة اصلا لو سعادة البي كده واخدين على بعض هو يقول يا جاهل يا غبي، وانا اقول له يا سعادة البي. قال لي يا بسيون افندي الدقيقه في قضايا كتير كانت فاصل بين الحياه وحبل المشنقه. عنده حق بس مش للدرجه دي. قايته الساعه 7 وربع عشاء، الساعه 8 نوم عميق. لا 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 لا. ايه مالك؟ هنا ممنوع. ليه بقى؟ اوامر البيه. اصل فيها حاجه المرحومه. بس البيه قال لك في ساعه تجلي يا بسيون افندي يا. لا 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 بلاش. وريها البيت علشان تعرفه كويس. حاضر يا فندم. حاضر. اتفضل اتفضل. الله، كل دي آلات موسيقية؟ أصل المرحومة كانت غاوية مزيكا وكان صوتها حلو. يظهر انها كانت ست راقيه قوي. الله يرحمها بقى، موتها سبب كل اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ رفعت بيه اللي انت شايفاه دلوقتي عصبي وبيشخط ويمطر،
ما كانتش الابتسامة تغيب عنه دقيقة واحدة. بس بيتهيألي انه بيعامل اولاده معاملة شديدة قوي. ده في الظاهر بس، لانه بيعتقد ان دي الطريقة الوحيدة لتربيتهم، انما في الحقيقة هو معجب بيهم قوي وبيحبهم قوي. علشان كده عامل لهم الاكل بالميعاد والضحك بالميعاد حتى العياد بالميعاد. كله بالميعاد. هو امتى؟ لا ايه مالك؟ ده ممنوع. ممنوع؟ ده اول حاجه في قائمه الممنوعات. ايوه بس انا بلعب بيانو كويس قوي. يا حلاوتك. هو امتى؟ امتى؟ امتى ايه؟ امتى امتى ولا انتش داري؟ لا بس باين عليها بنت حلال وحلوه. انت تشبع بيه. انا ما شبعنيش غيرك انت يا جميل. بكره تشوفي بس لما نتجوز هعمل لك ايه. لا يا حادق، انا لسه لغايه دلوقتي ما اديتكش الاوكي. وده اللي مجنني. يا نور النبي، مزيكا حياه النبي، مزيكا اموت انا في الزيكا ويكا. مساء الخير. ايه ده؟ يا مؤاخذة. مساء النور. مساء الفل. الساعة 8 بعد النوم. بس احنا ميعادنا 9 بعد ما نشطب وننظف ونخلي المطبخ خلاص طلنش. طيب تحبوا اساعدكم؟ يا ندامة تغسلي صحون واغسل حلل وابيض نحاس كمان. انت بتبيض نحاس؟ شفتي؟ ما تعايرنيش بامي تاني. كلنا هنا واحد. بنخدم اكل عيشنا ولازم نساعد بعض وندور على راحة بعض. يسلم فمك. تشربي شاي؟ متشكرة. ما الشاي جاهز اهو. معلش وقت تاني هروح اشوف الاولاد. طيب تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا اميرة يا بنت القمرة. مش قلتلك طيبة وبنت حلال وحلوة زيك تمام؟ بس انا انقع. يا خرابي. هتعمل ايه؟ البوتاجاز يشوفنا. وادي اتنين وادي واحد وادي يا سيدي شاي وادي ولد وادي بنت وادي بصرة. وريني كده. يا حرامي يا غشاش. حد يشتم اخوه يقول له حرامي يا غشاش؟ اذا كان بيبصر بالبنت الاربعة. طب هات هات الكوتشينة. ايه هتاخديها؟ لا مش هاخدها، بس هعلمكم لعبة تفيدكم احسن من دي. ايه هي؟ طب استنى بشوف اخواتكم بيعملوا ايه. مساء الخير يا حبيبي. بقى شوفي ما اقولك، دروسنا وذاكرناها واجبات المدرسه وعملناها، وبكره الجمعه وبعدها اجازه نص السنه، يعني 11 يوم ما فيش مدرسه. ما نسهرش حبه؟ يعني نفرفش حبتين. ومين قال لكم ما تسهروش؟ انتي. انا؟ بالعكس ده انا هسهر معاكم. صحيح. وهلعب معاكم. فرحتي يا بابا.
فين يا رفعت؟ هو ان ما كنتش اسال انا ما تسالش. اخفى عليك يا وحش، تلات ايام ما اشوفكش انا مخصمه. متاسف يا حبيبتي، الاولاد واخدين كل تفكيري. اسمع كلامي ودخلهم مدرسه داخليه. مش معقول ليه؟ الحمد لله جبت لهم مربيه جديده. لا لا لا، دي حاجه تانية خالص. بنت متعلمه، فاهمه وظيفتها كويس، ويظهر الاولاد راضيين عنها كمان، وخصوصا عزه حبيتها قوي. يا حبيبي على الاقل تريح تفكيرك وتخرج من السجن اللي انت ساجن فيه نفسك علشانه، وكمان نشوف مستقبلنا، ولا يعني هنفضل رابطين مصيرنا بيهم. انا اتضايقت خلاص. معلش يا ساميه. ابدا ابدا، انا عندي وعدي، بس في الاول اطمن على الاولاد. افندم النهارده مش هقدر، وبكره مسافر اسكندريه في قضيه، يمكن اسبوع، لما ارجع هتصل بيكي. مع السلامه. مالك يا عز؟ الله، قاعدين كده ليه؟ هنروح فين؟ سينما ممنوع، فسحة ممنوعة، راديو تلفزيون ممنوع، ضحك بعد الساعة 8 ممنوع. وليه ممنوع؟ أوامر بابا. الله يرحمك يا ست البيت يا أميرة. فين أيامك الحلوة؟ فين ضحكتك وابتسامتك؟ فين كلمتك الطعمة؟ فين صوتك اللي كان مالي علينا البيت؟ كان كرهان، صوت كرهان. سلام عليها لما كانت تجمع العيال حواليها على البيانو وتغني لهم ويغنوا لها. البيت كله زغرت. بس يا عزة، بس بس يا حبيبي، بس بس. الله، انت كمان بتعيط؟ هزعل منكم. وبعدين لا، منى حتى الكبيرة بتعيط. اسكتي، ان ما سكتش هزعل منكم. وبعدين لا، ما فيش إهمال. عايش بأمل وفي أي عمل، حتى ولو دكان بقى كبد عليه، عين عليه. كبدك إيه؟ كبد ده. عينك إيه؟ عيني دي. خد لنفسه طريق ممتاز، طريق ممتاز. بالعين راح يا صباح أستاذ، يا صباح أستاذ. طيب يا سيدي ما تزعلش، الله لا يطفي لك بوتاجاز. بس وبعدين، بس وبعدين، هو انا قلت لكم لغاية فين؟ قلت لحد ما كان شغال حتى ولو دكان بقى. بس وبعدين فتنة واتنين وتلاتة كفاح بيطول. اوي ده من
من سنة تانية لتالتة لرابعة نجاح نجاح على طول. فات اعدادي وراح ثانوية جاب مجموع 90% ودخل بيه احسن كلية. كان بيعيش من البشير و18 قرش يومية والغدا فول والعشا طعمية العشا طعمية. عين عليه كبدي عليه. عينك ايه كبدك ايه؟ ما تخليهم بقى يتلموا وتبطلي بقى قر عليه. بس وبعدين بس وبعدين هو انا قلتلكوا الغاية دي. جاب مجموع 90% ودخل بيها احسن كلية واتخرج بمؤهل عالي وصبح دكتور قد الدنيا قد الدنيا. وانتالي مفيش زيه مثالي واتعين في الدرجة التانية الدرجة التانية. ايه يا ولاد بقى رأيكوا فيه؟ الف برافو برافو عليه. روح عليه يا اختي عليه. روح عليه يا اختي عليه. روح عليه اسم الله عليه. ما تقولش امك ولا ابوك اصل الفتاة ما قد حصل نجح وصبر شرفوك ما تشوفش حزمة ازاي وصل. مش امك ولا ابوك اصل الفتاة نجح والصبر يشرفوك ما تشوف صاحبنا ما تشوف صاحبنا ازاي وصل ما تشوف صاحبنا ازاي وصل اصل الفتاة فقد حصل. اللي يحب النبي حصلني. بس يونا فندي افندم سعادة البيه اديهم حسابهم ومشيهم مش عايزهم هنا. يا بيه ربنا على المفتري. يلا 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 رجعوا هدومكم ورجعوا لشغلكم. البيه فصح قصدي صفح عنكم. صفح صفح الهوا شباك. احنا مع ليلى يا بس ايه بسبسي؟ مفيش بسبس في الشغل. امال فين؟ خلاص ثم انتوا مالكم ومال ليلى؟ رجلينا على رجلها. تقعد نقعد يا سلام تسيب البيت نروح وراها. يا اخي الانتحار يا اختي. حوش عني يا بسبس. حوش عنك عدو كلها. انا مش جايبك عشان تعلميهم الهرجله. هنا في نظام في حدود مش لازم تتعديها. وبعدين انتي وظيفتك انك تلاحظ الاولاد وبس. طبعا بس الاحظهم بالطريقه اللي تريحهم مش بالطريقه اللي حضرتك اخترتها. انتي هتعلميني يا فندم يا اما في ثقه وتسيب لي المسؤوليه يا ما فيش جهل وجودي. على العموم لما ارجع من السفر هيكون لي كلام مع اللي بعتوكي. تحب سيادتك اروح لهم دلوقتي؟ انا قلت لما ارجع من السفر. يبقى من دلوقتي لغايه لما ترجع من السفر هعتبر نفسي مسؤول عن البيت والاولاد وكل حاجه هنا. عن اذنك. كده اخسى عليك يا عزه. البنات الحلوين ما يقفوش الصنات ورا الابواب. ما يعملش كده غير البنات الوحشين. عزه بنت حلوه وانا بحبها قوي. وانا كمان يا ابله بحبك قوي قوي قوي. العجين ما يلخبطوا. بس ياك ما تهجش. مش هتهج ده هتعشش. الاولاد بيحبوها ومتشعلقين فيها. انت عايز الحق تتحب يا عبد. صحيح يا نونو من قلبك ألا؟ يا راجل اتلم انا بقول على ليل ونعم الليالي ادب ولطافه وحلاوة زمان. عروسة حصان وآن الأوان نيبوس يا جدع.
زفت منك له. أفندم أفندم أيوة أنا مش منبه إن محدش يفتح راديو في مواعيد النوم. حصل يا فندم حصل. الأوامر مطاعة فندم. كله تمام يا فندم. أمال راديو مين اللي أنا سامعه ده؟ أنا ما عنديش راديو يا فندم. وأنا شارحه يا فندم، عمري ما قنيت راديو. لو ما عمل حسين يا سعادة البيه حتى فتشني. أمال إيه الزفت اللي أنا سامعه ده؟ أنا خايفة يا أبلة، بابا هيضربني. ما تخافيش يا حبيبتي. دوروا كويس. حاضر. البنت خايفه من باباها عشان كده مش عايزه يعرف. طب انا اقول له ايه؟ قول له مفيش حد عشان خاطر عزه. عشان خاطر عزه؟ طيب وعشان خاطرك انتي؟ طيب يلا اتدور. مفيش حد يا فندم. طب يمشي غور من وشي. ها غور يا فندم. ايه ده؟ يقول لي غور من وشي ويسيبني ويمشي؟ ده كلام. اصلها لما سمعتك كنت غضبان وبتزعق خافت وجات لي جاري وهي بترتعش. وديها اوضتها. لا انا ما قابلة. دي هرجله وعدم نظام. مسافر اسكندريه يومين ثلاثه بس. يوني افندي هيقوم بكل طلباتكم. مش عايز اي تغيير في النظام اللي احنا متبعينه. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. مع السلامه يا بابا. ترجع لنا بالسلامه يا بابا. ما تغيبش يا بابا. هتوحشني يا بابا. وانا كمان يا بابا هتوحشني قوي. اجيب لك ايه معايا؟ هات لي بيانو. بيانو؟ بيانو مره واحده؟ انا هتعلم البيانو، اصل ابلة ليلى علمتني امبارح. الوقت ازف يا سعاده البي. مش عايز لما ارجع اسمع اي مخالفه. مش عايز هرجله وعدم نظام. مفهوم؟ مفهوم. طيب يلا. ايه رايك في المربيه دي؟ توفيق من عند الله يا سعاده البي. بنت كويسه جدا يا سعاده البي. ولطيفه جدا جدا يا سعاده البي. كمان ظلها خفيف جدا 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 يا سعاده البي. مين اللي كان في اوضه المرحومه امبارح؟ هي يا سعاده البي هي. طب وليه كدبت عليا؟ هي يا سعادة البي اترجتني عشان خاطر عزة كانت خايفة من حضرتك. طيب خلي بالك من الأولاد. اطمن يا سعادة البي. ما دام هي موجودة يا سعادة البي أنا هعمل إيه بقى؟ مع السلامة يا سعادة البي. فتحت الجلسة وقررنا تنفيذ أوامر أبلة ليلى وإجراء التغيير الكامل الشامل الذي يحقق السعادة للجميع والحكم بطه طه طه على الهم والغم والاحزان. على مسؤوليتك يا شبه. على مسؤوليتي يا شبه. طيب يا الله ادعونا طرزان. افتح
افتحوا شباك النور للنور نتمتع بيه ده يخلي البيت زي البنور في جميع النواحي افتحوا شباك النور للنور نتمتع بيه ده يخلي البيت زي البنور في جميع النواحي مطخور مش عايزة كلام مش عايزة كلام مش عايزة كلام الحضن ده مقلب ليه نشربه لو يوم شفته دوره وهربه رحت اسأل عنه اللي مجربه قال لي ده لو كان انسان لضربه يلا نوزع يلا نضيعه أيوة. يلا نسربه لا نقرب منه ولا نقربه يا ما خش الحزن في بيت خربه اوعى تخش عليك وتغشك اوعى كلمه تجيب حزن وتفكير واغسل راسك يلا ووشك علشان يبقى حصل تغيير اوعى تخش عليك وتغش اوعى كلمة تجيب حزن وتفكير واغسل راسك يلا ووشك علشان يبقى حصل تغيير شاهدين يا ولاد سامعين يا ولاد شاهدين يا ولاد سامعين يا ولاد حط الورد في ظهريات رش المية عليه وتقيل خلي البيت احلى وحياته لما الضحكة تلعلع فيه سيبك منهم الزهرية اجمل ريحة واحلى عبير في التقلية عالملوخية لما تخش على المناخير اضحكوا يا ولاد سقطوا يا ولاد لا 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 اضحكوا يا ولاد سقطوا يا ولاد لا 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 اضحكوا يا ولاد سقطوا يا ولاد لا 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 شكرا معاكم من فضلك يا فندم الاستاذ رفعت فهمي خرج الصبح يا فندم يرجع امتى المجاش 2:30 يبقى 5:30 مواعيده بالدقيقه يا فندم طب متشكره قوي العب اهلا رفعت اهلا اهلا الحمد لله على السلامه الله يسلمك انت وصلت امتى من نص ساعه اعمل لك ايه ما انت عامل لي عمل صحيح لما بتغيب عني بيغيب عقلي ما بعرفش اتلم على نفسي طب ونازله فين واحنا ملناش بيوت في اسكندريه يا استاذ لا مش قصدي بس عايز اطمن عليك عطان شوشو في نيابي وعلى فكره انا عازمك على العشاء انا اللي لازم اعزمك لحظه واحده انا حافل البيت واقعد في بيت بابا مش معقول ارمله صغيره ومرغوبه زيي تقعد في بيت لوحدها احسن برضو ويا ريت الحفلات والسهرات والعزايم خلاص وحيات عيونك لا حفلات ولا سهرات ولا عزايم انت وبس يا رفعت سميرة انا عايزك تشوفي الاولاد وتختلطي بيهم وتكلميهم انت بتدخلني في امتحان يا رفعت مش امتحان انا يهمني الاولاد ياخدوا عليكي واحدة واحدة حاضر واسبقيني انت على مصر احنا مش هننزل سوا انا لسه قدامي يومين ثلاثة وانا كمان هقعد عن طنشوش واستنك انت بخدمة يا حضرتك انا كشاف النور برافو عليك هو فين العداد تعال معايا اهو متشكر يا سلام على الزكاوة عرفته من غير ما اقول لي اهلا يا منى تعال تعال هنا مت تعال. انت ايه اللي جابك هنا
هنا. مش احسن ما انتحر في النيل والدنيا برد؟ طب وليه كده؟ لانك عشمتيني وخليتي بيا. انا؟ ايوه انا لازم اشوفك. طب ما انا اهو. لا اشوفك برا لوحدينا. مش عارفه اذا كان بابا هيوافق ولا لا. لو انت هتقولي له اننا هنتقابل. طبعا. اوعي. ليه؟ عشان حبنا زي اللولي لازم يفضل سر جوه الصدى لحد ما يكبر ونعيش ونتمتع. قلتي ايه؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ ميرسي يا ابلة. الا بالحق يا منى. هو كشاف النور كان عايز ايه؟ ولا حاجه. تعرفي صوته وشكله بالظبط زي شاب وبرضه بيشتغل في شركه النور. اتعرف على واحده صاحبتي وقعد يقول لها في كلام حلو وحنين وذوق لغايه لما حبته واتجوزته. ابدا طلع ندل، خد منها اللي هو عايزه وسابها بعد ما خسرت هي كل حاجه. اكيد ما كانش بيحبها. وهي كانت هتعرف منين انه بيخدعها؟ كان لازم تاخد بالها. برافو عليك يا منى، كان لازم تاخد بالها. تعرفي ايه الغلطه اللي عملتها صاحبتي؟ انها عاشت مع حبها في الضلمه، يعني من ورا اهلها. مش يمكن ما تقدرش تقول لاهلها؟ تقولي انا؟ هو انا مش صاحبتها وحبيبتها واكبر منها يعني زي مامتها؟ مش معقول يا قبل يبقى لك بنت عروسه. ده انت عروسه شقيه. وعقبال شهرات اخر السنه ان شاء الله. مليونيه يا ابله. قولي لي يا منى انت عايزه تطلعي ايه؟ دكتوره يا ابله. وانت يا الهام؟ انا بقى مضيفه. وطارق؟ محامي زي بابا. وهشام؟ تيار حن. وعز هانم؟ تمام يا فندم، امين شرطه. وتقعدي معاهم بس يا خساره، مش معقول ده احنا على ما نوصل تكون بقت تسعة وشويه ويكون الاولاد كمان ناموا. بيحلموا كمان. هتروحي مني فين بس؟ استاذ رفعت الحمد لله على السلامه يا فندم. افتكر ان الشنطه اللي كانت معاك يوم ما جيتي لسه موجوده. موجوده يا فندم. الباب اللي دخلت منه انا سبته مفتوح. اتفضلي. سهل قوي، تعالي اشتغلي وتفضلي. لا يا سعاده البيت، قبل ما تقولي اتفضلي قولي انت اذنبتي في حق اولادي. انا بعمل لمصلحتهم. انا اعرف مصلحه اولادي كويس. حضرتك ما تعرفش حاجه عنهم ولا عن ميولهم. امهم الله يرحمها هي اللي كانت فاهماهم واخداهم في حضنها. انا بحب اولادي. شيل الستارة اللي بينك وبينهم، افهمهم علشان يقدروا يفهموك. انت هتعلميني؟
انا بتكلم في حدود وظيفتي، انا مربيه وانا مستغني. بس احب اقول لك الحفله دي ليها مناسبه، ومناسبه مهمه جدا. اولادك كلهم نجحوا وجابوا نمر عاليه، مبروك. مبروك نجاح الاولاد يا رفعت. شكرا. أنيسة ليلى، ممكن تستني مع الأولاد ما دام وجودك بينجحهم؟ أرجوكي معلش، دول ما يقدروش يستغنوا عنك. هشام اضرب. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين. التمرين التاني خليكم معايا بقى، يلا. واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، محدش يلخبط. اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، برافو يا عزيز. يلا يا حبيبتي ضهر كويس. الهام برافو يا الهام. هيا منى يلا يلا. انا ما شيء. طب يلا كلنا تاني. يلا يلا كويس. فين رايحين فين؟ ايوه. امال ايه المسخره اللي انتوا عاملينها دي؟ اتفضلوا غيروا الهدوم دي. استاذ رفعت، صحيح الوفاء للاموات واجب، لكن الاحياء كمان لازم يعيشوا حياتهم. استاذ رفعت، النهارده الجمعه يوم اجازه الاولاد، لازم يتفسحوا علشان يجددوا نشاطهم، ومش معقول هيتفسحوا وهم لابسين ملابس الحداد. علشان كده انا اللي قلت لهم يقلعوا الهدوم السوداء. يا استاذ رفعت، الحزن احساس شخصي، مش محتاج ظهر نعبر بيه عن حزننا، وتأكد ان روح المرحومة هتكون سعيدة لسعادة اولادها. اتفضلي قولي لهم. لا. ايه؟ يبقى اجمل لو قلتها لهم بنفسك، لانك بالنسبة لهم الحب والحنان.
والشمس والقمر والمية والزهور وفرحة القلوب، وكمان لما الغيوم بتكون متحينة بتكون متحينة. معقول ابدا. ادخل. مساء الخير. مساء الخير. الاولاد عايزين يشوفوك قبل ما يناموا. أنا اتحرمت من أمي وأنا عندي 4 سنين، عشان كده بحس بسعادة كبيرة لما بدي الأطفال اللي اتحرمت منه. تصبح على خير. تصبح على خير. أهلا أهلا سامية هانم. عندك تأخير نص ساعة. وأنا أعرف منين إنك هنا بس يا حبيبتي؟ على العموم أنا جايلك في موضوع مهم. مهم؟ خير. العيلة والناس كلها بتسألني امتى هنعلن خطوبتنا. انت عارفة الاولاد. الاولاد الاولاد مالهم الاولاد؟ لازم ياخدوا عليكي وتفهميهم ويحبوكي ما عندهم اللي بيحبوها، واللي ابوهم كمان بيحبها. ده رأيك فيها؟ يمكن هتقل عقلك وتحب خدامة. أنا بحب أولادي بس. طب وسامية حبيبتك؟ ده أنا بموت فيك يا رفعت. اتخضيتي ولا مكسوفه من اللي بتعمليه؟ مين ده يا منى؟ زميلك في المدرسه؟ لا. جارك؟ لا. مش هو ده اللي كان عامل كشاف النور وجاي قبلك في السر؟ حضرتك بتتجسسي عليا يا ابله. لو بتجسس عليكي كنت رحت من وراكي وقلت لبابا. لا ارجوك ما تخافيش،
بس خليكي صريحه معايا يا منى، مش انا اختك الكبيره؟ ها عرفتي ازاي؟ تلميذه معايا في الفصل. ايه؟ قصدي اخو خطيبها من عيله كبيره. من عيله مين؟ معرفش. ابو مين؟ برضو معرفش. يعني ما تعرفيش حاجه عنه؟ لكن بيحبني. لو كان بيحبك صحيح كان دخل البيت من بابه، لكن يتلصص حوالين الحيطان يبقى حرامي وعيب قوي. منى بنت المحامي الكبير تعرف حرام، صح يا منى؟ صح. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. اتفضلي يا ام سليمة. عادي. أنا لمست فيكي القلب الكبير والعقل الكبير. أنا قلت إنك أم، وحقيقي حقيقي أنت أم. أنا عايز أخد رأيك في مسألة شخصية باعتبارك أم للأولاد. اتفضلي. تفتكري اللي زيي من حقه إنه يتجوز؟ سكتي ليه؟ هو مش انتي صاحبة نظرية ان الاحياء لازم يعيشوا حياتهم؟ طيب ما انا اعيش ازاي؟ اعيش ازاي من غير ست تملى عليا حياتي؟ ارجوكي ارجوكي تقولي لي رايك وتساعديني. عندك حق في كل اللي قلته. انا خلاص فكرت واخترت. ربنا يوفقك. الأسبوع اللي جاي أنا هعمل حفلة وهتكون سامية هانم الدراماللي، ما أنت شفتيها. أيوه. هتكون ضيفة الشرف وهعلن خطوبتي أنا وهي. مبروك. الله يبارك فيكي، وكل اللي أنا عايزه منك إنك تفهمي الأولاد بطريقتك الحلوة إنه ده شيء طبيعي وإنه أنا طب. متشكر، وأنا بترك الحمل التقيل ده عليكي. معلش ما انتي ام الاولاد. حاضر. ايوه. ما انتوا كمان بكره هتكبروا وهتتخرجوا وهتشتغلوا وتتجوزوا ويبقى لكم بيت واولاد، وبابا يا عيني يبقى عايش لوحده في البيت، لا معاه اولاد يسلوه ولا زوجه تراعيه وتشوف خدمته. انا وام خدمته. انتي؟ ايوه كده اضحكوا، فرفشوا بقى عشان بابا عشانك، مخصوص عشانك صنع ايديا وحياة عينيا. بمناسبة ايه؟ سبوعه؟ من غير مناسبة، هدية حبيب لحبيبتي. أموت أنا. دوقة جميل، دوق استطعم وافتكرني وأنت بتستطعم وسايق عليك النبي. ما تدي منها حد حاجة، دي هديتي. مقبول يا بعجر. بعجر؟ حد يدلع حبيبه يقول له يا بعجر. بس عايز ايه؟ النبي قبل الهدية. هدية؟ بعد عني بعد عني. ما تكسرش بخاطري يا بس. طيب بقى تقولي لي بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة، هدية حبيب اللي حبيب. عارف لو كسفتني هفضل طول عمري مكسوفة وعاملة كده اهو. كده اهو؟ طب خلاص خلاص خلاص. دوق يا جميل، دوق استطعم.
وافتكرني وانت بتستطع. ساي عليك النبي ما تدي منها حد حاجة. دي هديتي مقبولة يا نونو. مقبولة يا نونو؟ ده قال لي نونو. مش خسارة فيك الهدية يا بسبس. بس هنا فندي. نعم. ايه اللي معاك ده؟ ده صاروخ. صاروخ؟ هو جالك؟ اما شي بارد يا اخي. وانت مالك انت؟ انا مالي؟ طبعا ما انا بعجر. يا فين؟ مساء الخير على الخفه والجمال والذوق. مساء الخير يا اخينا فندي. اتفضلي. المناسبة؟ من غير مناسبة، دي مجرد هدية من إنسان يحمل ليكي في قلبه كل معزة وتقدير، معزة لا قبلها ولا بعدها. وانت كمان عزيز علينا قوي يا بسيوني أفندي. من قلبك ولا من لسانك؟ من قلبي طبعا. يعني تشجع وأقول اللي في قلبي؟ قول يا بسيوني أفندي. أنا انت ايه؟ أنا يتيم الأب والأم. يا حرام. أنا بائس، أنا بحترق بعد الشر. أنا بحب بتحب إيه يا بسيوني أفندي؟ بحب الفول الحلاتي. سلام عليكم. وعليكم السلام. أنت لسه ما لبستيش عطا؟ طب أنا لابسة أهو. لا لا البسي الفستانية. لا كده كويس. لا البسي الفستانية دي بابا. أو نادية. يلا يا أبلة بقى. ما شاء الله. نعم. الله أكبر. نعم. عرفت دي يا رفعت؟ دي الانسه يا ليلى، مربيه الاولاد وصاحبه فضل كبير على البيت. قولي لي يا انسه. افندم. انت ما عندكيش اخت؟ عايزك عايز مربيه؟ انا عايز اتجوز. فكرت كويس في الموضوع ده. لطيفه قوي يا رفلة بيه. اتفضلي. في ايه يا سامية؟ مشيتي ليه؟ عشان اديك فرصة تقعد مع الست الخدامة. ايه الافكار السخيفة دي؟ انا سخيفة؟ افكارك هي اللي غلط. اولا دي مش خدامة، دي زي ام اولادي، وطبعا لها مكانتها. انا بحترمها وبعزها. بتحبها؟ بقولك بحترمها وبعزها. اتفضلي. اتفضلي هاتيلي كاس ويسكي. حاضر. اتفضلي. ايه ده؟ الويسكي. انا ما بشربش ويسكي. بس حضرتك طلبتي ويسكي. انا ما بشربش ويسكي. انت ما بتسمعيش. انا قلت كونياك. لا قلتي ويسكي. انت بتردي عليا. تبقى قلة ذوق مني لما اسيب حضرتك بتتكلمي وما ردش عليكي. تردي بأدب. انا مش قللت الأدب. ما بقاش الا الخدامين كمان. بقى دي اللي هتبقى مامتنا وجهت الجلسة وقررت المحكمة. طه طه طه. ازيك يا طن؟ انت ما نمتيش ليه؟ هنام يا طن. من فضلك عايز ارقص فالس. اتفضل. ايه اللي بالادب دي؟ ايه ده؟
منها. معلش. تقصدي ايه باللي انت عملتيه ده؟ تقصدي تهزقيني؟ انا اللي هزقك وقت مرقبتك قليلة الادب. سامية هي ملهاش دم. اطرد البنت دي. سامية يا علي. اطرد البنت دي. بقول لك علي ومفيش داعي للشوشرة. انا اللي هطردها. امشي اطلعي بره يا مجرمة. ليلى مش مجرمة ومش هتطلع بره. يعني انت راضي؟ انا غير راضي عن تصرفاتك. وانا متأسفة اني قبلت دعوتك. اللي حصل لله دي مش هيتكرر ابدا. وسامية ملهاش عندك اي حاجة. انت هنا كل حاجة. انت ليك عندنا منزلة كبيرة. وعندي انا بالذات. حقك عليا. مين اللي ربط فستان سامية؟ انا يا بابا. مين صاحب الفكرة؟ انا يا بابا. ليه؟ ما بنحبهاش يا بابا. تقوموا تهزقوها؟ عشان هزقك يا بابا. ماما على فراش الموت وعاوزة تشوف خطيبة ابنها وتبارك خطوبتنا قبل ما تغمض عينيها للأبد. أستحلفك بروح أمك الغالية أن لا تحرمي أمي الفانية. أسرعي قبل فوات الأوان. دوري مي فاصولا سي. لا أنا عندي حاجة أحسن. طب قولي. مي فاتحة دي بحبك. يا عفريتة منى بتجري كده ليه؟ رايحة فين؟ راجعة حالا. تعالي هنا. ولو بابا سأل؟ رايحة المكتبة. قصدي عند واحدة صاحبتي استلف كتاب. باي. الله. سيري في اوضه النوم. مفيش حد معاها؟ لوحدها يا عيني. خش شوفيها قبل ما تموت. منى 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 انت رايح بيها فين يا مجرم؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ اصل مامتي جوه عيانه قوي وعايزه تشوفني قبل ما تموت. فين هي مامتك؟ وريهاني. يا نادي يا جبان وانت يا مصطفى رعب اصلا قدامي عبيت.
يد عشان اعرف نتكلم؟ مش هقدر اكلمك ولا ارفع عيني فيك. انت نصحتيني وانا ما سمعتش نصيحتك. وبعدين معاكي بقى، مش قلنا كفايه؟ كفايه بقى يا منى، كفايه. اسمعي اللي فات، رد. مات. واللي بيموت، ردي. ما بيصحاش تاني. خلاص الله يرحمه، راح بسيئاته، ننساه وما نفكرش فيه تاني. ولما نحب نعمل عمل نعمله في النور، فهمان يا منى؟ ايوه يا ابلة. توعديني؟ بشرف بابا يا ابلة. الزمالة. لا ابدا مفيش. حررتها 37 وشرطه بسيطه. امال الاولاد خدوني؟ اصلي حاولت انيمها في سريرها ما رضيتش وشبطت فيا. الحقيقه انت خلتينا كلنا نشبط فيكي. انا اللي سعيده بوجودي معاكم. اظن مفيش داعي تنقلي البنت اوضتها. حاضر، من بكره انقلي سريرها معاكي هنا. انت صح يا بنتي؟ ايوه. طبقا للماده 237 من قانون العقوبات. ايوه يا فندم. ايه رايك في ليلى؟ ايه رايك في ليلى؟ يا سلام يا فندم، توفيق من عند الله يا فندم. بنتي ممتازه، فوق الامتياز يا فندم. تعرف انها من اصل طيب كمان؟ عارف يا فندم، عارف. تعرف منين؟ ما هو ما دام سيادتك قلت يا فندم يبقى خلاص يا فندم، زي ما سيادتك قلت. وهي كمان باين عليها الاصل والفصل. اللي زي دي تبقى زوجة كاملة. يا سلام يا فندم، فهمني. انا كنت ناوي اكلم سيادتك باعتبارك ولي امري وولي امرها، وامري وامرها بين ايديك يا فندم. الأولاد بيحبوها. كلنا يا فندم، كلنا بنحبها يا فندم. عشان كده أنا نويت إني. إنك إيه يا فندم؟ أتجوزها. نعم، تتجوزها. أمر الله يا فندم. أنت ليه ما بتقولش مبروك يا بسيوني؟ مبروك يا فندم. مش عايزك تزين الخبر ده لما يجي وقته. حاضر يا فندم. أمر الله يا فندم. عوض على الله يا فندم. أنا اتعودت أبوس الأولاد قبل ما أنام. اتفضل. دي هدية عزة. شكرا. تصبح على خير. تصبح على خير.
محتفظ بكل جواباتك اللي كنت بتكتبيها لي. اما كنتيش هتيجي تقابليني حالا حديهم لابوكي. بس يا منى بس كفاية، ما تخافيش ما تخافيش، انا هتصرف. اهلا اهلا، اتفضلي. تسمح تديني جوابات منى؟ من عينيا، اتفضلي. متشكرة، اصلي مستعجلة. تسمح الجوابات؟ تدفعي كام؟ هو انت محتفظ بيهم علشان تبيعهم؟ ده جزاء انها حبتك؟ انت جاي تأنبيني؟ ارجوك تديني جوابات. من غير فلوس مفيش جوابات. بس انا ما عنديش فلوس. وانا عايز فلوس. بالعربي انا مسافر لبنان، تذكرتي محجوزه، بس عايز مصروف ايدي 400 جنيه بس. وكمان بس نعملك تخفيض 200. كويس، لو طلبت مني 2000 وعندي ما تاخرش ارجوك. ما تخدريش اعصابي، انا في ايدي ورقه كسبانه. النهارده الساعه 4 هجيلك، هضرب كلاكس واحد ايه تديني 200 جنيه اديك الجوابات. ما جيتيش 4 و5 هضرب كلاكسين. ايه ما جيتيش اتصرف انا بمعرفتي. يخس نتل. حضرتك كنت عايزني؟ عادي. ايه في حاجة قلقاكي؟ لا بس كنت عايزة اروح للأولاد ده. سيبك منهم، خلينا احنا في المهم. الله، ايه في ايه؟ ابدا، اتفضل. انت عارفة قد ايه انا بحب اولادي؟ طبعا، وبحب اللي يحبهم، وبصراحة انا ما شفتش حد حبهم قد حبك انت ليهم، عشان كده انا حبيتك. ويا ترى لو طلبت مني تشاركيني حياتي مع الأولاد تقبلي؟ طبعا إذنك. تعال اتفضل. ايه دول؟ 30 جنيه؟ دول كل اللي عندي. ما ينفعنيش. أرجوك ما تعملش فضيحة، دي منى تموت لو ابوها قرا الجوابات. ما تاخدش من ضعفها سلاح تحاربها بيه. لو دي اختك او حتى قريبتك ترضى لها بكده؟ انت باين عليك ابن ناس، انت ما عندكش اخوات؟ والله العظيم ورحمه بابا انا بحب منى. لو انت بتفهم معنى الحب ما كنتش عملت كده. بص لمستقبلك وتعلم، ولما هتتعلم هتفهم يعني ايه كلمة حب. أرجوك. اليوم معاكي، اتفضلي. أنا غلطان. ربنا يوفقك. ليلى، من غير شوشرة ولا كلمة مع الأولاد تاخدي حاجتك وتخرجي حالا. منى الجوابات اهي، احرقيهم. احرقيني انت يا أبلة، أنا ما استحقش التضحية دي أبدا. أنت بريئة وبابا لازم يعرف كده. منى اوعي يا منى، وحياتي عندك هتبقى صدمة لبابا. أنت بالنسبة له صورة جميلة، ما تشوهيش الصورة دي. خلاص يا منى.
شاب اخو واحده صاحبتي. واخده الشنطه وراحه على فين يا ابله؟ مسافره في اجازه يا حبيبتي. طب انا مش هاكل ولا هنام ولا حتى اذاكر لغايه ما تيجي. لا يا حبيبتي، عارفه لو عملتي كده ايه يا ابله؟ مش حاجه تاني. لا لا هاكل هاكل. سامحني يا بابا. حاولك ايه؟ يمكن يكون ده درس ليكي عشان تعتبري وتحافظي على نفسك. طب يا ليلى اجري بسرعة عشان تلحقيها قبل ما تمشي. قبل ليلى فين؟ خرجت. ما تاكلوا. وطبعا ما رضيتش اقول له الحقيقه، خفت عليه من الصدمه. الاستاذ رفعت انسان يستاهل كل خير، والاولاد كلهم بحبهم، علشان كده كتمت في نفسي وسبت البيت. اتفضلي يا فندم. هو فين؟ في المكتب يا فندم. طيب ده رفعت بيه؟ انا عارفه هو جاي ليه، تلاقي الاولاد ضغطوا عليه. ارجوك يا ابله تنكري وجودي. زي ما انت عاوزه. يكونوش الولاد عملوا. الاولاد بيحبوها، ده مجرد سوء تفاهم. انا عايز اقابلها لو سمحتي. هي ما جاتش لحد دلوقت. طب منظور تيجي؟ مين عارف؟ ما انا لازم اقابلها باي شكل. اصله في حاجه ضاعت من البيت. حاجه ضاعت؟ انت بتتهمها؟ انا عايز اسالها اولا. على العموم لو جت هقول لها عشان تدافع عن نفسها. وانا منتظر. متشكر. مع السلامة. ابعتي لي ليلى. أهلا ليلى. أفندم. إيه اللي ضاع؟ أنت عارفة كويس إن مفيش حاجة ضاعت. أمال بعت لي ليه؟ أنا بعت لك عشان أتفاهم معاك وأعتذر لك. شكرا. ليلى. انت ليه مستعجله دايما؟ ما عنديش وقت. رحلة. يا ابله ما تسيبيناش. ليلى.